جاءني رجل مرة وقال لي أنا عمري 30 سنة وقد صرفت كل أوقاتي في الحرام، لأن أنا نقطة ضعفي النساء، فدائما أرتكب الحرام، والآن قررت أن أتزوج. فقلت له طيب، أنت لماذا الآن أتيت إلي؟ ماذا تريد مني؟ قال لا أريد أن أسأل، يعني هل أتزوج أم لا أتزوج؟ قلت له والله إذا أنت تريد أن تتزوج وتبت من الحرام فنسأل الله عز وجل لك التيسير. قال ربما التوبة صعبة، هذا حواري معه. سكت أنا فتزوج. ثم جاءني بعد شهر، أنا عندي مكتب أستقبل فيه مشاكل أسرية، فقال لي عندي مشكلة. قلت له ما هي المشكلة؟ قال تصدق 30 سنة وأنا أرتكب الحرام وصحتي جيدة، أول يوم زواج لا أعرف ما الذي حصل، لا أستطيع أن أكمل العلاقة بيني وبين زوجتي. فقلت له أنت تبت من الحرام؟ قال صراحة لا. فقلت له شوف، أنا الذي أفهمه في الابتلاء أن الله عز وجل يبتلي الإنسان بما يحب، فطالما أنت هذا الذي تحبه ابتلاك الله عز وجل به. ولذلك أنا عشت قصص في المشاكل الزوجية وفي المشاكل التربوية تكاد تكون قصص ربما لا يصدقها إنسان. يعني أنا أعطيكم قصة، مرة أحد الآباء دخل علي وكان عنده صبي عمره 14 سنة، فقال لي إنه هذا الولد يدخن سجاير، وأنا حبسته وضربته ونصحته، المقرر كله انتهى وهو ما زال متمرد وما زال يدخن. فقلت له أنا الضرب لا ينفع، المدخن له طريقة في العلاج. قال طيب هذا ابني، أنا أسلمك هذا الولد وتصرف أنت معه. قلت له طيب تعال. دخل الولد جلس، قلت حق الأب أخرج في الخارج، لأن الأب عصبي شوية، عصبي هو، فخفت أنا بعد أسأل بعض الأسئلة يعصب علي أنا كمان. فقلت له روح أجلس في الخارج وخلي الولد عندي. قال طيب. جلس الولد، قلت له أنت تدخن؟ قال نعم. قلت له ما شاء الله ممتاز. فالتفت علي قال كيف ممتاز؟ أول مرة أنا أشوف واحد يقول لي ممتاز. قلت له لا، أنا أقول ممتاز لأنك صادق، أنت معي، أنت لم تكذب. قال ها الآن فهمت. قلت له نعم أنت ممتاز، أنت جيد لأنك صادق. في أولاد عندما نسألهم هل أنتم تدخنون؟ قالوا لا، وهم يدخنون، فجمعوا بين التدخين وبين الكذب. أنت لا، الحمد لله أنت صادق. طبعا هو ابتسم وفرح. قال طيب. قلت له كم سيجارة تدخن في اليوم؟ قال 40. 40 سيجارة. 40 يعني كم باكيت؟ 2. ما شاء الله عرفنا مين فيكم مدخن. كلكم تدخنون؟ لا. تمام. قال 40. قلت له ممتاز. قال كيف ممتاز؟ قلت له لأنك صادق، أنت صادق، أنا عندي الصدق، الصدق كقيمة أهم من التدخين. الكاذب علاجه صعب، المدخن علاجه سهل، فالصادق أهم من الكذب. قال ها. قلت له طيب عندي سؤال، أنت لماذا تدخن؟ تدخن لماذا؟ عمرك 14 سنة، ليش تدخن؟ فراح تفخ صدره وقال لي أنا رجل. قلت له ممتاز. قال كيف ممتاز؟ قلت له لأنك أنت تحب أن تكون رجل بس الوسيلة خطأ.
قال ها. قلت طيب أنا الآن عندي سؤال ممكن؟ قال تفضل. قلت له عندي مشكلة ممكن أنت تساعدني في علاجها؟ قال أنا أعالج في مشكلتك؟ أنا بابا يقول إن أنت تعالج المشكلة. قلت له صحيح أنا أعالج مشاكل، لكن أنا إذا عندي مشكلة أين أذهب؟ أنا أريد منك أنت أن تعالج المشكلة. قال طيب تفضل، ما هي مشكلتك؟ قلت له مشكلتي أنا أني أنا لست رجل. طبعا هو سكت، طبعا هو فهم، هو فهم. فقال لي لا شوف دكتور، هو في رجل يدخن وفي رجل ما يدخن، لا يدخن. شفتوا النقطة هذه التي وصلت له؟ شفتوا النقطة هذه اللي وصلت فيها بالحوار؟ هذه النقطة أنا بالنسبة لي عالجت المشكلة. كيف أنا عالجتها؟ ربما أنت الآن تعترض علي وتقول أنت لم تعالج المشكلة، ما زال الصبي يدخن. أقول لك نعم هو يدخن، لكن في السابق كان يدخن عقيدة، كان عنده عقيدة أن التدخين معناه أنه رجل. الآن ماذا حصل فيها العقيدة؟ إيش صار في العقيدة هذه؟ صار في رجل يدخن وفي رجل، صار إذن لما أنت تدخن مو بالضرورة أنت رجل. فتخلخلت الفكرة، تخلخلت. ولذلك إذا أردنا أن نغير الأبناء كيف نغير الطفل؟ نغير عقله أولا. البداية في العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة طول هالسنوات ماذا يفعل؟ يغرس مفهوم واحد، توحيد فقط، صح؟ والتوحيد قضية. قلت له طيب أنت تدخن 40 كل شهر، 4 يلا ها وين جماعة 4. أبشركم أن في الشهر الثامن توقف عن التدخين الحمد لله. فإذا إذا أردنا أن نعالج أي مشكلة نحتاج حوار، ونحتاج إقناع، ونحتاج تدرج، تحتاج وقت. إحنا عندنا العرب ماذا تقول؟ العرب تقول الزمن جزء مشاكل، ما تتعالج على السريع، تحتاج إلى وقت. يعني الآن أنتوا عندكم مثلاً في بادوفا هنا في إيطاليا عندكم مثلاً زوجة تتكلم كثير ولا زوجاتكم ما يتكلموا كثير؟ ما توقعت كذي يعني، زي كنتوا في إيطاليا يعني تأخذون راحة، عندكم حرية تتكلمون شوية. طيب عندكم مثلاً زوجة صوتها يرتفع أو عصبية؟ فيه موجود. طيب سؤال، هل جربت أنت تعالج هالمشكلة في الزوجة؟ ما جربت. لماذا لم تجرب؟ لماذا لم تجرب؟ خايف ما يتعشى. طيب سؤال، الآن لو إحنا نريد أن نخطط لزوجة عصبية، ما هو أول قرار نتخذه حتى نعالج هالمشكلة؟ من يقول؟ ها يلا ساعدوني. أولاً كيفية. أولاً كيفية، صح. تمام، إذن أتفق معها على الكيفية. طيب في مسألة بسيطة، لو أنا أعرف ما الذي يثير زوجتي فتغضب ماذا أفعل؟ أبعدها عن المثيرات، صح؟ خلاص انتهى الموضوع. أنا عندي العكس، أنا عندي قصة، زوج دائما لازم يتغدى الساعة 2 الظهر، إذا صارت الساعة 2:05 والغداء غير جاهز يعصب ويضرب ويبكي. اي والله يبكي يبكي ها. والله عندي القصه هذه، يبكي 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 جد، من الصيف 2:02:03 تبدا الدموع تنزل، ما يقدر يصبر. يعني الطعام شهوه، الطعام ترى شهوه، يعني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بالنسبة للرجل شهوة النساء، وبالنسبة للمرأة شهوة البنين.
يعني شوف كيف أنت تجاهد نفسك في عالم النساء، المرأة تجاهد نفسها في عالم الأطفال. ولذلك تلاحظ أن المرأة عندما تنجب طفل على طول يكون الطفل رقم واحد، وأنت صرت رقم اثنين. عندكم هذه في إيطاليا ولا لا؟ ها أنتم موافقيني يعني؟ ها موافقين رقم اثنين أكيد اثنين؟ تمام؟ وإذا الطفل ثاني صرت كم أنت؟ صرت رقم ثلاثة. وإذا أربع أطفال أنت كم رقمك؟ سجلها يعني سجلها. طيب لماذا؟ لأنه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير مقنطرة والذهب والفضة، هذه هي الشهوات، إما في المال أو في المجوهرات أو في النساء أو في البنين أو في الحرث، الزراعة والرعي والها. فإذا هذه شهوات الإنسان. بقول لكم قصة حلوة صارت هاليومين. اتصل فيني أمس واحد وقال لي أنه أنا دخلت على منصة دكتور زواج من 3 أشهر، والحمد لله الله وفقني وتعرفت على بنت وصار الزواج من خلالكم. يقول ذاك اليوم أنا قاعد في البيت كانت تقول لي أختي أنت شلون تزوجت؟ كان أقول لها والله أنا تزوجت كذا كذا كذا. كانت تقول له علمني، أنا يعني ما توفقت بزواجي وطلقت من 12 سنة، فإن شاء الله يكون لي نصيب. يقول والله قعدت وياها وعلمتها شلون تدخل منصة دكتور زواج. يقول والله ودخلت وسجلت بياناتها، وبعد أسبوع 10 أيام كانت تقول لي أنا تعرفت على شاب صراحة محترم وجيد وأخلاقه طيبة. يقول كان يقول لها منو؟ كانت تقول له هو فلان الفلاني. قال لها فلان هذا صاحبي؟ قالت له والله تعرفه؟ قال لها طبعا صاحبي من أيام الدراسة من زمان وعرفه لليوم، وبيني وبين علاقة تبين الحين اتصل فيه. يقول والله كان اتصل فيه كان أقول يا فلان أنت متعرف على واحدة في منصة دكتور زواج؟ طبعا ذاك انصدم قال إيش دراك أنت؟ قال مو هذه أختي وهذه الساعة المباركة وإحنا صراحة شارينك. كان يقول له بدام أختك أنا بعد شاريكم. ملكتهم تمت أمس ونقول لهم مبروك عسى الله يوفقهم. خبر حلو ومفرح. عاد يقول لي صاحبنا هذا يقول أنتوا الحين في منصة دكتور زواج زوجتوا 2 من بيت واحد في الكويت.